بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل جمعة، في كل خطبة، يقرأ بخطبة الحاجة وهي المقدمة الأولى في خطبته، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، إلى أن يقول في كل مرة: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يقول: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن طريق الله المستقيم واضح، سبيل الله واضحة لكل أحد، ليس هناك ما يخفى على أحد. من أراد أن يتعلم وجد ذلك عند أهل العلم. كلام الله واضح، كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح، الدين كامل، الدين ليس فيه نقص. فكن على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، التزم بالقوانين التي أنزلها الله، ولا تحد عنها، ولا تقلد، ولا تقلدن أحد، جدا، عما، خالا، إياك. اسأل عن الذي أنزله الله على رسوله من كتاب ومن سنة، لأن كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاهما وحي. يقول الله عز وجل في كتاب سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله، ولو بألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسأل عن الوحيين، لأنك يوم القيامة ستقف بين يدي الله عز وجل ويسألك عن الوحيين، وقبل ذلك سيسألك في قبرك كما ورد في حديث القبر الطويل، حديث البراء بن عازب. وليت هناك من الوقت إن شاء الله في خطبة أخرى نتحدث عن ذلك الحديث العظيم الذي هو أربع صفحات يتحدث عن عذاب القبر. نسأل الله أن يقيني وإياكم من عذاب القبر، لأنه أعظم، ولو نجا منه أحد لنجا منه سعد بن معاذ رضي الله عنه. يقول: فينزل عليه، فيأتيه ملكان شديدا أزرقان أسودان شديد الانتهار، فينهرانه ويقولان له: ما ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ففي من نبي، من نبيك هذه تضمين لمعرفة ما جاء به النبي. فإن لم تعرف ما جاء به النبي فلن تعرف النبي، فمن معرفة نبيك أن تعرف ما جاء به، ولذلك ستسأل في قبرك ثم تسأل أمام الملأ يوم القيامة. ومن الذي سيسألك؟ الوالي؟ رئيس الشرطة؟ الوزير؟ أبوك؟ من الذي سيسألك؟ سيسألك جبار السماوات والأرض الذي لا تخفى عليه خافية في السماء ولا في الأرض، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب، إلا في كتاب مبين. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. في هذا اليوم سيسألك الله سؤالا إن لم تستطع الإجابة رحت في حيص بيصة في خبرك أنا. ما هو هذا السؤال؟ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ لن يقول ماذا أجبتم عماتكم وخالاتكم وقلدتم أجدادكم وإخوانكم وأقرباءكم، بل الذي لا يعرف ما جاء به المرسلون ف
لن يستطيع أن يجيب على هذا السؤال، ويا ويل له ذلك المسكين الذي لا يستطيع أن يجيب هذا الجواب، هذا السؤال يوم القيامة. ماذا أجبت المرسلين؟ ديننا جاء بأصل عظيم وهو رفع التقليد عن الخلق. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا اتبعوا ماذا؟ اتبعوا ما قال الشيخ أو آدم؟ لا. اتبعوا ما قال جدي وخالي؟ لا أبدا. من هذا أو آدم؟ ومن هذا الشيخ الفلاني؟ ومن هذا؟ ولو كانوا من أصلح الناس، إنهم إلا بشر كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، وما أعظمه من إمام، إمام دار الهجرة، إمام أهل المدينة، صاحب الحديث، صاحب القرآن، صاحب الفقه. نظر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم المدينة وقال كل يؤخذ من قوله ويرد. كل إنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل ابن آدم خطاء، ولم يقل مخطئ، خطاء فعال، صيغة مبالغة في اللغة العربية في الصرف تدل على كثرة الخطأ. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب. كلنا يخطئ، كلنا يخطئ. يقول وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، فهل نعرف نحن ما أنزل الله؟ عندما نصلي، عندما نحج، عندما نتكلم، عندما نقسم المواريث، عندما نصافح الإبرار، عندما نسمع الموسيقى، عندما نأكل الربا، عندما 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 عندما، هل نعرف ما قال الله في هذه المسألة؟ هل نعرف ما أنزل الله على رسوله من قرآن وسنة؟ اسأل نفسك، أنت قد تعرف؟ قال الشيخ الفلاني حرام، قال الشيخ العلاني حلال، لن ينفعك ذلك. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ليس هناك مناص ولا تحين مناص، ليس هناك مفر من أن تعلم ما أنزل الله على رسوله في كل شيء. لا نطلب منك أن تكون عالما، لكنك لابد أن تسمع وأن تفهم وأن تعي وأن تسأل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، بالبينات، بالبينات، تحتاج إلى الدليل، إلى البينة، إلى البينة. إن قلت لك هذا حرام يا شيخ جزاك الله خيرا، لكن قل لي ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأني إنسان أخطئ، والله عز وجل يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، ألسنتكم أنتم أيها الناس، هذا حلال. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون
على الله الكذب لا يفلحون إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ولا يفيدك أبدا أن تقلد أحدا أنت تستطيع الإنجليزية والأسبانية والأمازيغية والعربية والفرنسية ومنا من يعرف لغات أخرى وتفهم في الحساب وتعرف في العلوم وتفهم في الكهرباء والميكانيكا وتعرف في البناء وتعرف كل هذه العلوم ولو سئلت عن نوع من أنواع الهواتف الخلوية لقلت هذا نوكيا وهذا سامسونج وهذا فيه كذا وهذا فيه ذاكرة كبيرة وهذا ذاكرة صغيرة وهذا يتصل 1000 اتصال في الساعة كل هذه المعلومات تعرفها ما شاء الله وسهلت عليك لكن عندما جئنا عند الدين يكفيك حرام وحلال والسلام عليكم لا إله إلا الله إذا أردت أن تشتري غسالة ثمنها 150 أورو تسأل الخلق جميعا وأنا أبدأ بنفسي وقل لنا أفضل نوع وبوش أفضل ولا الثانية شو اسمها هذيك لا أدري ما اسمها دينك أولى دينك أولى لأن العالم الذي ستسأله والله يوم القيامة سيكون أول من يتبرأ منك قل لك مع السلامة ليس لي علاقة أبدا واقرأوا قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا العالم الذي أفتاك والشيخ الذي أفتاك والإمام الذي أفتاك والإمام الذي سمعت له في الفضائيات الربا حلال شراء البيوت بالتقسيط حلال الموسيقى حلال كذا حلال كذا حرام يوم القيامة يأتي في عصاة المحشر وتقول يا ربي هم الذي قال فيقول يا ربي تبرأت إليك أنا قلت بما أعلم هذا علمي ويدخل هو الجنة وأنت تدخل النار لماذا؟ لأن العالم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر أما أنت وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة لو نعود إلى الدنيا مرة أخرى فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار والله لن ينفعك إلا عملك بإذن الله واتباعك لسنة محمد صلى الله عليه وسلم كما أنزل الله على رسوله لا كما اخترع أحد من الخلق نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتمسكين الممسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر الله تعالى الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد
وآله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، لأنهم تابعون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء يفعلونه. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعلون شيئاً حتى يسألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان التابعون لهم بإحسان لا يفعلون شيئاً في أمور دينهم، لا يصلون، لا يفعلون كذا، لا يتصدقون كذا، لا يتكلمون بكذا، لا يقرؤون بكذا، حتى يتأكدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. حتى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وجد أو جاءه رجلان يوما، أن عبد الله بن عمر لأنه ممنوع من الصرف رضي الله عنهما، جاءه رجلان يسألانه عن حج المتعة وعن حج